يبدو كده ان العلاقه متوتره بعض الشيء ما بين دونجا وما بين بيراميدز، وده ليه؟ لان رغبه اللاعب خلاص بقت واضحه في الانتقال لنادي الزمالك، وده ممكن اللي ما عجبش نادي بيراميدز، لانه طبعا مش حابب يكون الاعلان بالشكل دوت، لان نادي بيراميدز في نفس الوقت طالب ابو جبل. ابو جبل هو من اولويات بيراميدز، وده لاعب الى الان مرتبط بنادي الزمالك. لكن الحاجه الاكيده ان نادي بيراميدز عايز ابو جبل، والحاجه الاكيده ان نادي الزمالك عايز دونجا، فتمام لحد دلوقتي تمام. طيب الحاجه الاكيده ايه؟ ان في اتجاه لاحتراف رمضان صبح، وايضا ابراهيم عادل، ده كواليس اللي داخل بيراميدز.